إبراهيم العربي وهو ابن 21 ربيعاً ولد كفيفاً، لكن بموهبة فطرية حولت إعاقته البصرية إلى أسلوب حياة. أذن موسيقية وصوت عذب وأنامل أبدعت في العزف على آلة. حياتي أنا، روحي أنا، حبيبتي أنا. هوايتي اللي بديتها من تقريباً من اللي حليت عيني، ايه وفعلا من اللي حليت عيني يعني تسول لي الجيران ديالنا اولا فين كنت كنسكن المره الاولى، راه ابراهيم عزيز علي الموسيقى فيما كان شي عرس السينما راه كنت كندخل ليه، كنت كنعزف فيه وهادي حتى تعرفت وحتى وليت كن لقيت راسي تنعزف بيانو وهادي. يا صراحة الموسيقى احساس فعلا الموسيقى احساس، احساس زوين. هو المعزوفة يعني هذيك الايامات ملي بديت انا في عينيه العراسات كانوا مبينين شي ديسك، كانوا كيتغناو بحال هكا في العراسات المغربية وهادي العراس المغربية بحال مثلا مريم مريمتي كنت عزفت الشعبي حتى هو اول مره نحط يدي عزفت الشعبي وميستنياك، هادو من اول ديسك اللي عزفت انا الشاق جورج وصوف ديال بصح درجه تيبكيني يعني. الا كنت كنتصنت ليه بعد مره تيبكيني شي موال ديالو تيبكيني. الحفاظه هي اول حاجه يعني ديما الحفاظه لدرجه يوميه الحفاظه، نحفظ لك جورج عبد الحليم ام كلثوم السماعيات يعني هادشي اللي تيخلينا نتفاعلوا مع الدراري اللي تنخدم معاهم يعني كيدور عندي الكمانيس اولا المغني اللي تيكون واقف تيقول لي هاد القطعه حشومه تقول ليه لا، وانت ملي كانت عندك 7 سنين وانت في هاد الدومين راه دابا عندي 21 عام. انا الصراحه اللي غادي نقول الكل ما غادي يشوف هاد البورتري ولا هاد الفيديو هذا ولا هاد اللقاء هذا غير إذا معايا في التوفيق والله الشيء اللي كنت منا. والصراحة بهذا الجمهور هذا الصراحة يمكن لي ندير شحال من حاجة ويمكن لي نطور. إلى جانب موهبته بالعزف وقدرته على التحرك يستطيع إبراهيم التنقل وممارسة حياته الطبيعية بصورة اعتيادية كما يقول صديقه محمد. نهار كنت عيطت ليه كان عندنا خدمة نخدم على شكل بارتي واحد البلاصه يعني خصنا موسيقي ديجا داير مع الوقت متفاهم انا وياه. تصوروا جينا عنده في الطوموبيل يلا غندخلوا مع البروجي في المساكن كنشوف فيه كيقول السيد ها هو جاي باش نمشيو وحده. تصور قبل ما نوقفوا وحده قبل ما نقربوا ليه جمع العصا ديالو باش كيتمشى ووقف غادي يركب. وتصور الدري كيقول لي هذاك ما كيشوفش والله حتى كيشوف، يقول لي لا الشيطان والله سيدي السيد ما كيشوفش ولكن عنده واحد الحاسه اخرى هي الحاسه ديال العقل ديال الدماغ يعني شنو نقول لك يعني شي موهبه ربانيه صراحه، موهبه ربانيه. واحد الفكره اخرى ملي كيكون خدام راه ما كيتقولش بالخلاص ديالو راه ما كيجي ما يشوفش يدير لي مثلا علق لي 100 درهم راه عارفه 100 درهم 200 درهم راه عارفه 200 درهم فهمتيني. هاد القضيه راه باش ما يقولش واحد هكا راه كيخدم معاهم ويقدروا يقاولوا وما كيشوفوش الفلوس هادي هاد القضيه راه ما كاينش، راه كيعرف 100 درهم من 20 درهم من 10 دراهم. واحد النهار هاد الدار بغى يسخر لي يجيب لي شي حاجه ويجبد لي 5 دراهم كي سمراني يجيب لي واحد يعني ما عندوش مشكل تشوف كامل صراحه كيف ما قلت لك يعني باش انا يعني ما بغيتش يعني غير العزف وهذا الشيء يعني غير نحط بيانو قدامي ونقول انا خدام او لا انا تنعزف ولا انا موسيقى يعني كيف ما قلت لك يعني غادي نطور في هذا الشيء وغادي ان شاء الله نولي ندير الكوميرس في الموسيقى يعني في الالات وشي حوايج اخرين. هي صراحة الإعاقة كاينة في الفكر ماشي في الجسد أو في شي حاجة أخرى. الإعاقة في الفكر وليست في الجسم، هكذا عبر إبراهيم عن طموحه في تطوير نفسه وحلمه في الحصول على أستوديو ومحل لبيع الآلات الموسيقية.